أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم منشئة الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشئتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفتي الباحثة بالشؤون الآسيوية دكتورة نورة المجيم. حياك الله معنا. الله يحييك، يا هلا فيكم. إذا مشاهدينا بعد الفاصل نبدأ معكم بصحافتنا المحلية. نبدأ جولتنا في الصحف المحلية التي سلطت الضوء على زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة. ومن جريدة الجريدة نقرأ: قمة الأمير وعاهل البحرين، تعزيز الشراكة والمسيرة الخليجية. سموه الملك حمد بن عيسى عقد مباحثات رسمية لدعم التعاون. صاحب السمو: حريصون على التعاون المثمر البناء الذي يعود نفعه على بلدينا وشعبينا. منحي قلادة عيسى بن سلمان مبادرة كريمة تجسد معاني الأخوة الوثقة. المباحثات تناولت التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. الزيارة التاريخية للمملكة تدعم علاقات الأخوة الراسخة ووشائج القربة والمحبة بين الشعبين. إذن دكتورة نورة، مملكة البحرين هي المحطة الثالثة لصاحب السمو أمير البلاد في جولته الخليجية، ما دلالات هذه الزيارات؟ نعم، تعد الزيارة الثالثة لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لمملكة البحرين الشقيقة، والتي تعد أهمية ودلالات كبرى، أهمها توسيع وأفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، أيضا وأهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وكذلك التأكيد على أهمية الحفاظ على تضامن وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة ككل. أيضا كانت تلك الزيارة مهمة جدا في بحث المستجدات والتطورات سواء الإقليمية والدولية وعلى الساحة، كما نشهده في الكثير من هناك توترات في البحر الأحمر وفي أيضا قطاع غزة والحرب على قطاع غزة تحديدا. فأتت تلك الزيارة على أن يكون هناك بيان مشترك لكلا البلدين في أن يكون هناك أمن واستقرار، تعزيز أمني واستقرار لكلا البلدين. سنتطرق بعد قليل إلى البيان الختامي بشكل تفصيلي أكثر في جريدة النهار. مشاهدينا، عنونت: بيان كويتي بحريني مشترك، توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية واستكشاف الفرص وتطويرها. ترحيب بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والبحرينية بتوسيع أعمالهم في البلدين. المنطقة المغمورة بما فيها حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط. إذن كما ذكرت قبل قليل أن هناك بيان كويتي بحريني مشترك عقب زيارة سمو الأمير إلى المنامة يوم أمس، أكد على العديد من الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين. قراءتك لأبرز ما جاء في البيان الختامي لزيارة سمو الأمير؟ نعم، كان أبرز ما جاء في بيان المشترك لكلا البلدين هي التأكيد على أهمية احترام العراق لوحدة وسيادة أراضي دولة الكويت واستكمال لترسيم الحدود البحرية. أيضا التزام العراق بموضوع اتفاقية الملاحة البحرية وفي خور عبد الله. أيضا بالنسبة كان البيان هو أيضا كان تعزيز أمني. هناك لجنة قد اجتمعت، لجنة أمنية بتشكيل فرق عمل للحفاظ على الاستقرار
البلدين وللمنطقة ككل. هذا كان أبرز ما جاء في البيان. أيضا كان هناك بالنسبة على الساحة الدولية موضوع حفاظ على استقرار الأمني في البحر الأحمر، كذلك الوصول إلى تسوية سلمية وعادلة لقضية الفلسطينية. نعم. إذا نذهب إلى خبر آخر في جريدة الصباح، الكويت والبحرين شراكة القربة والمحبة. تحت هذا العنوان نقلت جريدة الصباح، نقلت تأكيد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني على أن العلاقات البحرينية الكويتية ذات خصوصية تاريخية وحضارية فريدة أرسى قواعدها الآباء والأجداد على أسس متينة من الود والاحترام المتبادل ووحدة الدين والدم والمصير ووشائج القربة والنسب. وأعرب الزياني عن اعتزاز مملكة البحرين بزيارة الدولة لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد باعتبارها تجسيدا حقيقيا عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين كمثال في الترابط بين الأشقاء. كما أكد أن الزيارة إضافة جديدة لمسيرة علاقات أخوية تزداد قوة ورسوخا وازدهارا كنموذج في التحالف السياسي والأمني والتكامل الاقتصادي الوثيق. إذن كيف ترين آفاق التعاون بين دولة الكويت ومملكة البحرين في جميع المجالات في هذه الزيارة؟ نعم، قد يكون المجال الاقتصادي بارز في تلك الزيارة في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وأيضا في اكتشاف فرص اقتصادية جديدة. يعني هناك تبادل كبير تجاري بين البلدين، أيضا في المجال الأمني كان هناك أيضا تعزيز لذلك. كذلك بالنسبة آفاق التعاون في المجال التجارة الإلكترونية وفي مجال الشؤون الجمركية وفي مجال الفنون والثقافة وفي حماية البيئة وتبادل الخبرات والمعلومات وفي مجال الثروة السمكية والزراعية أيضا والتعليمية والعلمية. جميع المجالات يعني كان هناك أهمية لها كبرى في توسيع آفاق هذا التعاون. هناك اتفاقيات قد أبرمت مع مملكة البحرين ودولة الكويت، جميعها يصب في هذه المجالات المتنوعة التي ذكرت. نعم. نذهب إلى جريدة الرأي ونقرأ فيها: رئيس النواب البحريني زيارة سمو الأمير صفحة مضيئة لتاريخ عريق ومستقبل زاهر. وتفصيلا أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم بنتائج الزيارة الرسمية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين ولقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى. وقال رئيس مجلس النواب البحريني أن نتائج الزيارة الكريمة تشكل صفحة مضيئة في مسيرة التعاون والتكامل البحريني الكويتي، معربا عن عميق الفخر والاعتزاز بالروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. ومن جريدة القبس نطالع: إعلاميون بحرينيون، الزيارة تعبر عن الأخوة الحقة والتطلعات المشتركة. وفي التفاصيل أكد إعلاميون بحرينيون أهمية الزيارة التي أجراها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى المنامة أمس، مشيرين إلى أنها تعبر عن الأخوة الحقة والمحبة الصادقة والتطلعات المشتركة في إطار جزء أصيل متوارث من سلسلة الزيارات المتبادلة بين العائلتين الحاكمتين منذ قديم الزمان. ورحب الإعلاميون البحرينيون بضيف البحرين الكبير، متطلعين إلى ما ستثمر عنه هذه الزيارة المباركة من فتح آفاق رحبة واسعة في مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. ونذهب إلى جريدة السياسة ومنها نطالع: مجلس الوزراء أقر المفوضية العليا للانتخابات. المجلس ألغى الأعلى لشؤون المحافظات ووجه بنقل موظفيه إلى ديوان الخدمة. المجلس أكد أيضا خلال اجتماعه الأسبوعي على وقوف دولة الكويت مع شقائها في البحرين والإمارات أمام العمل الإرهابي الغادر في الصومال، كما المجتمع الدولي إلى مواصلة تكاتفه للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله. مشاهدينا، ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، اتجهوا إياكم إلى الصحف العربية والعالمية. إذن مشاهدينا، هذه قراءة تحليلية في أبرز ماشيتات الصحف العربية والعالمية، والبداية من صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت على صدر صفحتها الأولى:
حللت أهلا في دار آل خليفة. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها: البحرين والكويت الأخوة الحقة والمحبة الصادقة. وتقول الصحيفة: على أرض البحرين الطيبة تتجسد اليوم أسمى معاني الأخوة الحقة والمحبة الصادقة، تتجسد المعاني الجميلة للأسرة الواحدة، تتجلى أروع صور للبلد الواحد، وتظهر بوضوح تلك السمات المشتركة للأهل والأقارب، وتوحدهم في الدم والتاريخ والمصير الواحد. وتضيف الصحيفة: أهلا وسهلا بك سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أهلا بك في دار أبي سلمان دار أخيك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم، أهلا بك في بلدك، أهلا بك بين أخوتك وسط عائلتك وأهلك وناسك الذين تعتمر قلوبهم بالفرح والسرور لرؤيتك بينهم. إذن مرة أخرى، كيف تشكل زيارة سمو الأمير شيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق له إلى مملكة البحرين الشقيقة لبنة جديدة في صرح العلاقات الكويتية البحرينية التاريخية الوطيدة؟ نعم، تشكل زيارة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لمملكة البحرين هي امتداد لأطر وعمق تاريخي ورؤى موحدة ومتوافقة، وأيضا مستقبل و مشترك وموقف مشترك. أيضا تتميز بعلاقة عميقة ومتميزة بين البلدين، وأطر تكامل بين دولنا الخليجية، أطر تعاون وأمنية في كافة المجالات والاقتصادية. أيضا تلك الزيارة تعد زيارة مثمرة ومهمة لدولة الكويت والمملكة البحرين، وهي استكمالا للدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي رؤاها المستقبلية لصالح شعوبها. نعم، نذهب إلى صحيفة الوطن البحرينية ونطالع فيها: الملك وأمير الكويت يوجهان لتشكيل فرق عمل لحفظ أمن واستقرار البلدين. اعتمدا في بيان مشترك نتائج اجتماع اللجنة الأمنية، وذكرت الصحيفة أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم وحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وجها في بيان مشترك إلى تشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارتي الداخلية في البلدين لتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة بعد أن اعتمدا نتائج اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة. وأكد جلالة الملك المعظم وسمو أمير الكويت أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها واستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 والتزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، قبل أن يشددا على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وهو ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط مع رفض أي ادعاءات أخرى. إذن هذه التوجيهات من قيادتي البلدين يوم أمس، كيف تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل؟ أعتقد بعد خروج البلدين في الاجتماع بالأمس، اجتماع مشترك وبيان مشترك ووجود لجنة أمنية، هذا يسهم في ووجود فرق أمنية تسهم في عملية الحفاظ على الاستقرار والأمن، هذا يسهم في تعزيز هذا الأمن والاستقرار سواء للبلدين أو للمنطقة ككل. أيضا وجود تبادل عسكري وتبادل خبرات سواء أمنية في الحفاظ على الأمن بين البلدين، هذا جميعه يصب في عملية الحفاظ وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل. نذهب إلى صحيفة البلاد البحرينية التي عنونت: جلالة الملك المعظم يعقد جلسة مباحثات مع سمو أمير دولة الكويت. وذكرت الصحيفة أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عقد جلسة مباحثات رسمية في قصر صخير مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفدين. واستعرض الجانبان المسار الأخوي للعلاقات التاريخية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوثيق وسبل تعزيزه وتنميته، وأكدا الحرص المستمر على تطوير وتنمية هذه العلاقات الأخوية العريقة والدفع بمسارات التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقق تطلعات المشتركة.
إذن دكتورة مرة أخرى، كيف تقرون هذا التناغم المستمر في العلاقات الكويتية البحرينية، خاصة نتحدث في الشأن السياسي؟ أعتقد أن العلاقات البحرينية الكويتية تتميز بعلاقات عميقة ومتميزة، مواقف مشرفة من كلا البلدين. هناك بالفعل تناغم قد برز في السياسة الخارجية ودبلوماسية كلا البلدين. هناك رؤى ومواقف كانت موحدة من كلا البلدين، يصب في صالح دول مجلس التعاون الخليجي وبصالح منطقة دول الشرق الأوسط الدول العربية. هذا التناغم الدبلوماسي وفي السياسة الخارجية هناك توازن وسياسة حكيمة لكلا البلدين يتمتعون بها. نعم، إذا نذهب إلى أيضا جريدة الأيام البحرينية، تطالع فيها أيضا سفير الكويت زيارة أمير الكويت المفدى إلى البحرين لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. وذكرت الصحيفة أن سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح أكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وقال السفير الكويتي في تصريحات للأيام، تأتي زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك مملكة البحرين الشقيقة لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتدعم التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. ونذهب مشاهدين الآن إلى شأن الدولي. ومع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، فقد عنونت الشرق الأوسط اجتماع رباعي بالقاهرة لبحث الهدنة في غزة بمشاركة أمريكية وإسرائيلية وقطرية. وذكرت الصحيفة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز التقى رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة. وانعقد الاجتماع في ظل ازدياد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس. وذكر مصدر مصري رفيع المستوى إن الاجتماع بحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار بغزة. إذن مشاركة وفد من الاحتلال الإسرائيلي من بخصوص هذه المفاوضات، هل ينبأ برأيك بالاقتراب إلى عقد هدنة جديدة طال انتظارها؟ أعتقد أنها سيخرج هذا الاجتماع إلى اتفاق بوجود هدنة، وتلك المؤشرات تتضح في وجود بالنسبة للضغوط الأمريكية، وجود رئيس المخابرات الأمريكي في ذلك الاجتماع، وأيضا الحسابات الأمريكية تقول أن تريد أن يكون هناك هدنة طويلة المدى إنسانية. أيضا وجود مع رفض إسرائيلي للحضور الاتفاق، إلا أنه في الساعات القليلة الأخيرة حضور جهات أمنية إسرائيلية، هذا يدل أن هناك ضغوط أيضا من قبل الجانب الإسرائيلي من المعارضة بأن تكون هناك هدنة للسعي في أن يكون هناك تبادل للأسرى فيما بينهم. هناك نجاح أعتقد في هذا الاتفاق والوصول إلى هدنة أخرى جديدة. نذهب إلى القدس العربي مشاهدينا، ونقرأ فيها جنوب أفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح. وذكرت الصحيفة أن حكومة جنوب أفريقيا أعلنت أنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين. هذا التحرك من جنوب أفريقيا أتى خصوصا بعد القصف على جنوب قطاع غزة في رفح تحديدا، هل يمكن أن يوقف اجتياح رفح وتهجير سكانها؟ جنوب أفريقيا نجحت في عرض هذا الطلب على محكمة العدل الدولية في بحث قرار التوسيع العسكري لإسرائيل وقصفها لقطاع استكمال قطاع غزة وهو رفح تحديدا برا وجوا، ولكن إسرائيل هي ما لا تبالي حتى للضغوط الدولية والإقليمية وللمنظمات أيضا الدولية، هي تركز في عملية أن تستمر في عملية الضغط العسكري وعملية القصف والإبادة الجماعية وصولا للنصر ولتحرير أسراها.
نعم، هو هذا ما صرحه فيه منذ يومين الماضيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن ستكون إسرائيل مصرة وستستمر في عملية القصف لكافة الأراضي الأراضي الفلسطينية وصولا لإخراج آخر أسير لديها. نعم، نذهب إلى صحيفة النهار اللبنانية مشاهدينا ونطالع فيها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لن نتعاون مع أي إجراء قسري من رفح. وذكرت الصحيفة أن متحدثا باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفا أن المكتب لن يشترك في أي إجراء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن. إذن مشاهدينا، هذه جولة في أبرز مانشيتات الصحف الأمريكية مع مراسلتنا في واشنطن داليا الكومي، نتابعها معكم. أعزائي المشاهدين صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة لأهم ما تناولته الصحف والمجلات الأمريكية من العاصمة واشنطن. نبدأ جولتنا بصحيفة الواشنطن بوست والتي عنونت: بايدن والعاهل الأردني يحذران من الغزو الإسرائيلي المخطط لرفح. البوست نشرت أن الرئيس بايدن استقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض، وأعلن الزعيمان عن تحفظاتهما بشأن الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني والمرتقب خاصة على رفح، وأكدوا التزامهم بالعمل معا لتحقيق سلام دائم يتضمن حل الدولتين للشعب الفلسطيني. كان الرئيس بايدن قد حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القيام بعملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ. أوردت الجريدة أيضا أن الولايات المتحدة تعمل على صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية قد تستمر لعدة أسابيع، ويمكن بعد ذلك تخصيص الوقت لبناء شيء أكثر استدامة. معظم الصحف الأمريكية ومواقع التواصل تحدثت هذا الأسبوع عن المقابلة التي أجراها مذيع فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان أبرزها ما نشرته نيويورك تايمز الأمريكية والتي عنونت: بوتين للولايات المتحدة دعونا نعقد صفقة بشأن أوكرانيا ولكن حسب نيويورك تايمز وفقا لشروطه. ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعود إلى رسالة واحدة في المقابلة التي أجراها معه كارلسون واستمرت على مدى ساعتين، مفادها أن روسيا تريد التفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا ولو كانت بشروط الكرملين. ويبدو أن هذه الرسالة كانت موجهة إلى اليمين الأمريكي خاصة الجمهوريين في الكونغرس بهدف تقويض الدعم المقدم للمساعدات لأوكرانيا. الهدف التكتيكي الرئيسي لبوتين طوال فترة المقابلة هو محاولة إجبار الغرب على عقد صفقة لإنهاء الحرب ولكن وفق لما تحدد روسيا، وهو اتفاق من شأنه أن يعزز سيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها بالفعل، وربما يؤدي إلى تشكيل حكومة أكثر ودية لروسيا في أوكرانيا حسب نيويورك تايمز. ننتقل لجريدة اليو اس اي توداي والتي وصفت الوضع السياسي في الولايات المتحدة بأنه يتسم بالفوضى العارمة. أكدت الصحيفة أنه يظل كلا الرجلين من بايدن لترامب يسيران نحو نيل ترشيح حزبيهما للرئاسة، ولكن من ناحية هناك التشكيك في حدة بايدن العقلية، وعلى الجانب الآخر هناك دراما قاعة محكمة ترامب وجمود الكونغرس يلفهما هما الاثنين. ومع ضمان ترشيحاتهم أصبح المشهد مهيئا لأطول انتخابات عامة في التاريخ الأمريكي وعلى ما يبدو أكثرها شراسة. يصور الحزب الجمهوري بايدن على أنه ضعيف، فيما يصف الديمقراطيون ترامب بأنه خطير حسب ما أفادت اليو اس اي توداي. مجلة نيوزويك الأمريكية أوردت العديد من المقالات التحليلية حول تصريحات الرئيس السابق ترامب والتي تتعلق بشأن الناتو، والتي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية ليس فقط في واشنطن ولكن لدى الحلفاء الأوروبيين. أبرزها ما جاء بالنيوزويك بعنوان: وزير الدفاع البولندي يسخر من تصريحات دونالد ترامب بشأن الناتو.
نشرت الجريدة تصريحات وزير الدفاع البولندي والتي رد فيها ورفض من خلالها تعليق دونالد ترامب بشأن منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو، والتي أشار فيها أنه سيشجع روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء التي لا تفي بالمساهمات المالية التوجيهية للحلف. ومعظم حلفاء الولايات المتحدة من الدول الأوروبية حسب المقال رفضوا هذه التصريحات، وقالوا أنهم يجب على هذه الدول أن تقف مع بعضها. نختتم جولتنا بحالة القلق التي تنتاب الأمريكيين مع بداية العام الجديد إزاء الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة في العالم. الول ستريت جورنال طرحت سؤالا هاما من خلال مقالها الرئيسي في عددها الأخير، لماذا يشعر الأمريكيون بالإحباط بسبب الاقتصاد بالرغم أنه يتحسن ومؤشرات التضخم تنخفض؟ استطردت الصحيفة للتأكيد على شعور الكثير من الأمريكيين أن أمنهم المالي على المدى الطويل عرضة لتهديدات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق لا يستطيعون أن يتحكموا فيها، وعلى الرغم من سوق العمل القوي ومعدل التضخم الذي انخفض، ولكن الأمريكيون لديهم نظرة قاتمة تجاه الاقتصاد العام الحالي والأعوام القادمة بسبب الظروف السياسية الراهنة. ويقول ما يقرب من 70% من سكان الولايات المتحدة إن الاقتصاد يزداد سوءا وليس أفضل، وبالتالي ظروف معيشتهم. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة. أعود بكم مجددا لاستوديو منشط الصحافة. كانت معكم داليا الكومي من العاصمة الأمريكية واشنطن. دمتم في أمان الله. ونستكمل معكم باقي الصحف مشاهدينا في الصحف الدولية والعربية، وتحديدا من صحيفة لوموند الفرنسية التي عنونت: تحاول مصر الضغط على إسرائيل لتجنب شن هجوم عسكري على مدينة رفح. لدى القاهرة مجال محدود للمنارة في مواجهة تل أبيب. التشكيك في اتفاق السلام مستبعد بحسب رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري. وتقول الصحيفة إن التهديد الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هجوم على رفح الملاذ الأخير لأكثر من 1,400,000 نازح فلسطيني يجعل السلطات في القاهرة محمومة، إنما المناورة لديهم محدود في مواجهة الإرادة الإسرائيلية، ولا يمكنهم سوى الاحتجاج وطلب دعم واشنطن لمنع هجوم مدمر قد يدفع مئات الآلاف من سكان غزة إلى محاولة الفرار إلى سيناء. إذن هل بالإمكان تأتي الضغوط المصرية بنتيجة وتوقف عملية القصف والاقتحام الذي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي إلى آخر ملاذ للاجئين تحديدا في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة؟ نعم، بداية مصر هددت إسرائيل بوقف أو إيقاف أو تعليق اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل في حال استمرار أو قصف وتهجير الفلسطينيين من ونزوحهم إلى سيناء من رفح، ولكن عدم ومع وجود الضغوطات الدولية والإقليمية لإسرائيل أنها لا تكترث بذلك كما ذكرت، هي تسير في عملية القصف بكافة الوسائل برا وجوا وبحرا. أعتقد أن الكفيل بوقف ذلك الحرب ووقف هذا القصف والإبادة الجماعية للفلسطينيين هي الولايات المتحدة الأمريكية. أن تستخدم الضغوط العسكرية والاقتصادية لوقف هذه الحرب والضغط على إسرائيل ستنجح بذلك. إذن مشاهدينا، نذهب معكم إلى مقال اليوم لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة أخبار الخليج البحرينية للكاتب حميد المحميد بعنوان: البحرين والكويت، التاريخ والمستقبل المشترك. يقول الكاتب: تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين في إطار تقدير رفيع لعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين التي تستمد مقومات تطورها من عوامل التقارب والقواسم المشتركة وما يجمعهما من وحدة الهدف والمصير ووصر النسب والمصاهرة ووشائج القربة
ويضيف الكاتب: ولا شك أن حرص واهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه في تعزيز العلاقات الأخوية وفتح آفاق التعاون في كافة المسارات واضحة وكبيرة ومتعاظمة بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة حفظه الله. ويتابع الكاتب: الزيارة الكريمة من أمير الكويت إلى مملكة البحرين باعتبارها من الدول التي يزورها ضمن مقدمة زيارته الخارجية للدول بعد تولي الحكم في دولة الكويت الشقيقة تؤكد الاهتمام والمكانة والحرص الكبير في دعم وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين. مشاهدينا وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم مشاهدينا من صحيفة القدس الفلسطينية ونطالع فيه مشاعر القلق من المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا في وقت يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين. دكتورة تعليقك على هذا الكاريكاتير خصوصا في الآونة الأخيرة ما حدث من قصف في بقعة صغيرة تجمع أكثر من 1,400,000 شخص من الفلسطينيين النازحين في رفح. نعم هناك تخاذر ومشاعر قلق للمجتمع الدولي يقف ساكنا اتجاه الإبادة الجماعية والبربرية للقوات الإسرائيلية واستمرارها في استهداف المدنيين العزل الفلسطينيين. لا يوجد موقف موحد ولا يوجد هناك التزام بقوانين دولية، وبذلك أن نرى أن المجتمع الدولي يشعر بهذا القلق. أجزاء كثير من السقوط القتلى والأبرياء من الشعب الفلسطيني. نعم بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن أشكر ضيفتي اليوم كانت معي الباحثة بشؤون الآسيوية دكتورة نورة لمجيم، شكرا جزيلا لك. يا هلا فيك. شكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم غدا في نفس التوقيت، إلى اللقاء.